السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. تحسن، وبقولها وأنا كل ثقة، وقلت لكم قبل كده كتير في حلقات هنا في هذه القناة في طريق المعرفة أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التحسن. تحسن الاقتصاد المصري وفقا للمؤشرات المحلية والإقليمية والدولية، وثقة المؤسسات العالمية الدولية في الاقتصاد المصري ودعمه. حاجات كتير النهاردة هندور عليها معاكم، واحنا معاكم ومعانا الدكتور محمد الألفي النهاردة كمان بندور على الحقيقة في طريق المعرفة. من أمريكا قناة تهتم بالشأن الأمريكي والسياسة الدولية، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها مصر والأمة العربية. نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة. تحسن الاقتصاد المصري، وانا قلت لكم من حلقات فاتت، وكان ناس كتير بيقولوا لي انت متفائل اكتر من اللازم، احنا داخلين في الحيطة، الدولار هيطلع 70 و80 و90 و100 و200. وهذا الرعديد ايدي كوهين كتب التويتة بتاعته: يا مصريين، يا اختاروا ما بين محور فيلادلفيا او ان الدولار يوصل 200 جنيه. مسكته غسلته في i24 نيوز على التويتة دي. لكن احنا شايفين ايه؟ الجنيه امبارح كان 47، واعتقد انه المتوقع انه يوصل ل 35 قريبا جدا، 35 حر. طيب احنا بيحصل ايه عندنا بقى في المنطقه؟ بيحصل حاجات حلوه كتير جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل معانا في مصر. مصر بتتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمه 9.2 مليار دولار. هما مقسومين 8 مليار و 1.2 مليار. ده اللي موجود في الايام القليلة الماضية، يعني ما خرجناش عليكم يعني للنهاردة، بس لكن ده بقاله 3 ايام تقريبا، ولكن هو خبر مهم جدا لازم تشوفوا معانا ايه اللي بيحصل في مصر. طيب كمان بعد الخبر الجميل ده، هنا خبر تاني ان المفاوضة الاوروبية اتفاقيات بسبعة واربعة من عشرة مليارات يورو بين مصر والاتحاد الاوروبي، ودي جزء منها مساعدة مباشرة في الاقتصاد المصري، ومعد اخرى للتنمية المستدامة. صرح مسؤول في المفاوضة الاوروبية للاتحاد الاوروبي سيقدم تمويل اجماليا لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024-2027. المسؤول أضاف أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو علاوة على تمويل طارئ بمليار دولار يصرف 24، يعني ده فورا هيكون موجود. أخبار جميلة طبعا، بس يعني وفقا لهذه الاتفاقيات يتحتم على الحكومة المصرية تقليص ملكيتها في 3 شركات عقارية كبرى. هذه الشركات هنتكلم فيها وهنعرف منكم ومع دكتور محمد الألفي ايه الحكاية، ايه اللي بيحصل يا دكتور، ايه الاخبار الحلوة دي، ايه اليوم الحلو ده؟ الحقيقة انه الاتحاد، لو تحبنا نتكلم على صندوق النقد الدولي ورفع اللي هو الاتحات المالية الى 9.2 مليار دولار، خلينا اقول لحضرتك ان مصر طلبت انه هذا الشهر يكون في إتاحة منهم لخمسة مليار دولار بصورة مباشرة وكاملة، ليست مجزأة، حتى تستطيع أن تدعم اللي هو استقرار سعر الصرف بشكل كبير. طلبت هذا، وحتى الآن ننتظر رد الصندوق. طب على سؤالي بقى عشان تضمه مع السؤال اللي أنا قلته لك، هل اللي بيحصل ده خلاص وهذه الإتاحات المالية الضخمة لمصر هتدعم موقفها المالي قطعا وهتحسن مدى الاقتصاد قطعا تدريجيا ممكن، طيب هل دي بقى مسكنات مؤقتة وبعد كده هنواجه المصير ده تاني، ولا احنا محتاجين بالفعل بقى الاصلاحات اقتصادية حقيقية تحصل على الارض؟
ما هو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي؟ خلينا أكمل النقطة وبعدين أكمل على الإجابة على سؤال سيادتك. ده إتاحة مصر طالبة إتاحة 5 مليار من 9.2 ده جزء، وطلبهم الشهر ده على أساس الخطوات اللي خدتها تكمل بيها بخطوة ثابتة. بعدين ال 7.4 في الاتفاقيات مع أورسولا فون دير لاين من المفوضية، رئيس المفوضية الأوروبية ووزراء رؤساء حكومات عدة دول أوروبية، الإقرار ب 7.4 مليار دولار، فيهم إتاحة مباشرة بمليار دولار والباقي جزء هيروح للإسكان وللزراعة وما إلى ذلك، وجزء منح وجزء قروض ميسرة. ده شيء، كل هذا بيدعم الموقف المالي ويحسن التصنيف الاقتصادي لمصر أمام المؤسسات الدولية، وبالتالي يساعد على جذب استثمارات لمصر. لكن خلينا نقول ليه الصندوق بيعمل كده وليه الاتحاد الأوروبي بيعمل كده من الأساس. الصندوق فيه مساهمين، والبنك الدولي والصندوق كتلة واحدة لا يتجزأ، تعليمات البنك للصندوق بتنفذ. الاتحاد الأوروبي جزء كبير من المساهمين في الصندوق، لأن هي دي المجموعة التي انتصرت في الحرب العالمية بدولها كلها مع أمريكا، وهم اللي بيقرروا السياسات بعد اتفاقية بريتون وودز وانشأوا البنك الدولي وانشأوا الصندوق وبعدها الاتحاد طبعا بعدة عقود. طيب لماذا يتحرك هذا؟ اعتبرهم حضرتك كتلة واحدة وليست كتل منفصلة، وليسوا ايضا بعيدا عن الإدارة الأمريكية، لأن كله بيتم بموافقة الإدارة الأمريكية، لأن هذه هي البص بتاع القصة كلها. فبالتالي لماذا الإدارة الأمريكية، الصندوق، البنك الدولي والصندوق والاتحاد الأوروبي، وأنا بقول لحضرتك اشملهم بين قوسين ككتلة واحدة وليسوا متفرقين، لأن بيشتغلوا بتعليمات مكتب واحد. طيب ضابط واحد اللي هو محمد بيه اللي في الهرم بتاع هناك. وبالتالي لماذا؟ هو السؤال لماذا؟ هل كانت مصر بعيدة؟ هل لماذا جاءوا فجأة؟ لماذا كذا؟ طيب هؤلاء جاءوا لأسباب. أولا حجم التصعيد في أوروبا بشكل كبير جدا، الوضع الاقتصادي في أوروبا بيترنح خاصة بعد ترنح الاقتصاد الألماني أمام خسائر بسبب الطاقة، ولأنه كان بياخد طاقة روسية عبر الأنابيب رخيصة بتساعد على التنمية الصناعية، وده هذه هؤلاء فعلوا بعدائهم لروسيا كمان أطلق النار على أقدامهم، فعل هكذا الأوروبيين، وأمريكا ورطتهم الحياة بشكل جيد وخضعتهم للقرار السيادي الأمريكي. أوكي، لكن لماذا مصر أيضا؟ لماذا جاءت هذه الكتلة المتنوعة إلى مصر واللي بيشغلها ضابط واحد ومكتب واحد؟ جاءت لأنه الوضع الاقتصادي في أوروبا يحتاج إلى نقل مصانع وتوطين تكنولوجيا والبحث عن الطاقة. طيب جاءت لماذا؟ لأنه أنت عندك ممر مائي كبير، أهم واحد من أهم الممرات المائية في العالم، عندك بنية تحتية الآن ضخمة جدا يعني غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة، عندك النهاردة مناطق صناعية كبيرة، عندك تحديث في قوانين الاستثمار، عندك الطاقة. مصر بالمناسبة لديها إنتاج طاقة غاز وكهرباء وهيدروجين وما إلى ذلك بشكل ضخم يفيض على حاجتها، وبالمناسبة مصر مونت بعض السفن اللي بتشتغل بالطاقة النظيفة بالهيدروجين الأخضر من المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. طيب في نقطة، مصر طرحة موانئ للاستثمار، إدارة وليست بيع، عشان نكرر مرة أخرى، إدارة وليست بيع، موانئ للإدارة وليست بيع، بتنشئ كم وبتطور مواني وبتنشئ مواني في على البحرين الأحمر والمتوسط، تشجع على أنك تأتي بجزء من اقتصاد العالم إلى موانيك لتجارة الترانزيت وللتصنيع في المناطق الحرة وفي التصنيع المناطق الاقتصادية لقناة السويس. هذا يشجع تسارع الدول اللي خدت تخصيص أراضي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن تأتي. وبعدين كبار الشركات العالمية لإنتاج الطاقة في أوروبا وفي الغرب اللي تمتلك تكنولوجيا الآن لديها عقود مع الحكومة المصرية. بالمناسبة في منطقة اسمها تربول، منطقة صناعية جديدة ما حدش يسمع عليها كتير في مصر، تبقى منطقة صناعية ذكية جدا، هي بعد 15 مايو، فالمنطقة دي هتبقى ضخمة جدا وهتستوعب آلاف المصانع، في شغل فيها ضخم جدا.
ده غير المنطقة الاقتصادية ومناطق اقتصادية. وشفنا الصين راح تعمل منطقة اقتصادية في الساحل الشمالي بعد العلمين وبالقرب من ميناء جرجوب كويس. النهاردة هذه الدول إلى أين تنقل صناعتها في حال تأزم الأمر؟ إلى مصر. إلى أين توطن تكنولوجيتها في مصر؟ بس خلينا أقول برضو مش بس ده، الناس يمكن ما تاخدش بالها منه لأن في لغط كبير حوالين المشروعات القومية. مصر بتنشئ خزانات للغاز الخام تستوعب 20 مليون برميل، وبالمناسبة قربت تنتهي لأن شغالة بقى لها فترة، تستوعب 20 مليون برميل. ال 20 مليون برميل ده غاز خام. مصر لديها أكبر قدرة تكريرية في المنطقة موجودة في محافظة السويس، وبالمناسبة بتكرر بترول لعدة دول. مصر لديها يوم ما تشتعل الأمور في المنطقة لديها خط صمد اللي جاي بينقل من الدول العربية. هذا أمر للناس كمان ما تعرفوش، مصر بتشتغل على خط كابلات بحري للإنترنت شديد السرعة تكلفته حوالي 2.4 مليار دولار عشان تحت أي مسمى. وهذا الخط لما بيمر من مصر إلى دول أخرى وهي شريك في هذا الخط أيضا، يعني ممولة فيه، لما يمر منها لدول أخرى لتعلية السرعات الإنترنت في مصر ولدول أخرى، هي بتحصل على حصتها مقابل التمويل وبتحصل على حصص مقابل عبور هذا الخط من لديها، زيه زي النفط بالضبط. وبتحسن طبعا الشبكة في مصر وده هيمشي على الحكومة الإلكترونية، احنا شغالين عليها، هنعمل حكومة إلكترونية زي ما عندناش إنترنت قوي. صحيح، ده جزء. الجزء الثاني في أيضا موضوع الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات. مصر داخلة في المجال ده بشكل كبير، أقمار اصطناعية خاصة بالاتصالات، ولا تأتي، فإذا هي قريبة من الطاقة في الداخل، الطاقة اللي تنتج داخل مصر. وهو النهاردة محطة غرب سوهاج اللي هتتكلف 10 مليار لطاقة الرياح. ده مشروع مصر إماراتي عملاق لطاقة الرياح، ده هتنتج طاقة كله جاي عشان الطاقة. وأيضا قربها من الطاقة في العراق، وفي خط بينشأ من 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 البصرة إلى الأردن إلى مصر، وقربها أيضا عن طريق خط سومد من النفط اللي بيجي من الدول العربية، وده بيضخ عن طريق ميناء في الساحل الشمالي. الأمر بشكله كبير، شكله كبير، لكن اليوم التغطية على، أنا ألتمس وأقدر وأحترم احتياجات الناس حتى لا يفهمنا الناس خطأ، وأقدر الضغوط وأقدر كل شيء، ولكن اليوم هل نحن على خلاف مع القيادة السياسية حول المشروعات القومية، ولا احنا على خلاف على شخصية الرئيس وإدارته، ولا احنا على خلاف مع إدارة الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي؟ اللي للأسف الناس خدت كل الثلاث نقاط دي، سواء مشروع التنمية أو شخص الرئيس أو الحكومة، قل لي أنت على خلاف مع مين علشان أقدر أحدد لك أنت رايح فين. هل أنت على خلاف مع مستقبلك ومستقبل أولادك وأحفادك؟ أكيد الإجابة لا، لكن إحنا احتياجاتنا الآنية تضغط علينا كشعب، وبالتالي تضعنا تحت ضغط كبير جدا في التقييم وعدم عدالة التقييم. لكن خليني أقول لحضرتك، ألمانيا لم تصبح ألمانيا بعد الحرب إلا الأجيال اللي كانت موجودة، هي اشتغلت من أجل الأجيال اللي تلاتها بعد كده. خليني أقول لك حاجة، رقم لا يذكره أحد، أن ألمانيا مش دمرت فقط بل اغتصبت 2 مليون امرأة من قوات التحالف أولهم الأمريكان، ودمروا نفسية الشعب الألماني، ولكن رغم كده الشعب قام. إحنا بنقوم في وضع صعب وليس وضع مدمر. أنا ما كنتش موجود في أمريكا في الوقت ده، إيش دعوة. أنا بس للتوضيح هناك بعض النقاط يعني يجب للناس انها تستوعبها بشكل كبير، وانا متاكد ان بتابع حضرتك نخبه محترمه بتتابع حضرتك. ده امر. الامر الثاني انه الناس النهارده لازم تستوعب حاجه، تستوعب انه انت حزين بسبب ارتفاع الاسعار، ولا حزين بسبب التنمية، ولا حزين. يعني خليني أقول لحضرتك حاجة، اليوم على سبيل المثال في القاهرة هذه المزدحمة، هناك الخط الرابع للمترو، هناك الخط الخامس، هناك الخط السادس،
يعني هناك تنمية مستمرة لا تتوقف. مشروع القطار السريع اللي هو التي جي في الكبير اللي هو بتوصل سرعته 250 و270 مستمر ما وقفش. وأنا ضد إيقاف مشروعات، ضد إيقاف مشروعات اللي هي شغالة فعليا ومخطط ليها، لأنه ال 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 إيقاف المشروعات معناه الخضوع المشروعات الكبرى اللي هي تحقق لي التنمية والعائد، اللي هي معناه الخضوع لقوى الإحباط والقوى الظلامية. دي نقطة التي تريد تدمير مصر. هذه الدول الغربية اللي بتضع أموالها في مصر ليست دول سفيهة وليست دول فاقدة الأهلية، لكن هي دول تنظر لما بعد. طبعا احنا لدينا جزء تخوف كبير، احنا قعدنا فترة كبيرة في فترة انغلاق. خلينا نحلل الحالة النفسية للمجتمع المصري بشكل بسيط. قعدنا فترة كبيرة في فترة في فترات انغلاق واستثمارات على استحياء. فلما جينا الحاجات دي احنا فسرنا انه الامر هيتم السيطرة على مصر، وانه هيتم الاستيلاء على مصر، وانه طبعا في تخوفات كبيرة لان الناس ما شافتش ده قبل كده. يعني لو احنا بدينا الاستثمارات من الخمسينات والستينات واستمرت معانا دلوقتي كنا بقى عندنا الاستثمار فكر عادي ونقدر نتعامل معاه، لكن التخوفات مشروعة لان الناس لم تجرب، والناس تخشى كل جديد، لان الناس تخشى كل جديد. وبعدين اليوم مع اي استثمار بيحصل الناس بتتكلم على انه هيصب في جيبي امتى، يعني الكلام ده اللي انتوا بتعملوه هيصب في جيبي امتى. وسؤال مشروع، سؤال مشروع، ما هو هو طبعا ما بيتكلمش على، بيتكلم على تحسنه هو كمواطن. لكن خليني اقول لحضرتك ده، انا بس بشرح بوضح القصه ماشيه ازاي. الناس دي مش سفهاء عشان يجوا في التوقيت ده. القصه الاخطر انه لازم نفكر ان الناس دي بتيجي على دوله فيها جيش، وهم بقى الله ينور عليك ده اللي هيجرجرني بقى ايه ليه. لا بس خلينا اكمل نقطه بعد اذنك. الساعه 26 الفطار قادر يحميها ويحمي استثماراتها. يعني كمان اللي بيحط الامارات لما جاء حطت ال 24 زائد 11 35 و150 هتضخهم. ها الناس دي مش ناس مهرجين، عارفين كويس قوي ان هذه الارض امنه ولها جيش يحميها. وبالتالي هو بيجي على دوله لها قدرات عسكريه انها تحمي هذه الارض وتحمي هذه الاستثمارات. وخليني اقول لحضرتك ان هذه الصفقه شجعت الدول الكبرى على الاتيان، ولكن يجب علينا على الحكومه المصريه انها تستغل هذه الحاله في تنشيط جلب الاستثمارات. ولكن اي نوع من الاستثمارات عشان اكون واضح، انا اسف ان انا قطعتك بس اكمل النقطه. لا ابدا ابدا اتفضل. نكون واضحين، اي نوع من الاستثمارات، استثمار طويل، انا مش عاوز الهات ماني يجي يدخل ويخرج يخطف فلوسه ويمشي. خرب بيتنا الهات ماني قبل كده. انا عاوز استثمارات حضرتك تقعد 20 و30 و50 سنه ثم تتحول بعد كده اللي عاوز يبيع يبيع لرأس ماليه وطنيه. اهلا وسهلا، دي نقطه. النقطه الثانيه استثمار، انا مشكلتي كلها بقول في النقد الاجنبي. يبقى انا عاوز استثمار منتج للدولار. بمعنى يعني ايه منتج للدولار؟ يعني يصدر. اذا علي الاهتمام. العالم حل ازمتنا ان احنا نزود صادراتنا، ده الحل للازمه، مفيش غير كده. بس في اي قطاعات عشان نكون واضحين، في حاجه اسمها الانذار المبكر واداره الازمات، ودي واحده في مجلس الوزراء وانا اقترحتها في يعني قبل 2013 في سنه 2000 في سنه ونزلت هي في صدر صحيفه الاخبار يوم 6/8. جابوا كده فتاتين يعني مصريتين قالوا حوقتوا دي الازمات في مصر وبتاع. فالمهم اللي حصل انه يعني ايه انذار مبكر واداره ازمات؟ يعني انا النهارده وانا بوجه الاستثمارات عاوز اقول الانذار المبكر بتاعي بيقول لي خلي بالك هيحصل نقص غذاء في الخضروات والفواكه مثلا في اوروبا في الفتره الفلانيه وللسنوات القادمه بسبب المشاكل مع روسيا لانها تتعز. ده انذار مبكر بيقوم به مخططين استراتيجيين بالمناسبه. يبقى اذا انا عليا ازود انتاجي من الخضروات والفواكه في احد المناطق واستثمار يروح بالاتجاه ده. يقول لي خلي بالك القمح درجه الحراره ترتفع في الهند وهترتفع في المكان الفلاني وفي جليد في روسيا فالقمح هيقل، لانه حتى بيبقى المخطط الاستراتيجي دارس عوامل المناخ، دارس طبعا عوامل الحروب، دارس كل ده. وبالتالي بيديني بيبقى عندي زي الارم، يديني انديكيتور كده يقول لي انت روح في الاتجاه ده، وابتدي اوجه استثمارات وابقى عارف ان الازمه دي مده استمرارها في حدود قد ايه. لانه حتى
أنا لما بحصل على حصة في الأسواق، هناك ما يطلق عليه الشير ماركت، أنا داخل في سوق فأنا أخذت من الحصة ده، السوق ده قوامه 100%، أنا في قطاع الخضروات والفواكه مثلا في الاتحاد الأوروبي بيستورد بمئة مليار، أنا أخذت كام من حصة الاتحاد الأوروبي؟ وهنا نيجي لنقطة على الشراكة وكذلك الطاقة. يعني مصر اليوم مش عاوزة تصدر خام، عاوزة تصدر طاقة، أوكي، وبتعمل ربط مع اليونان، مع السعودية، مع الأردن، مع العراق، كويس قوي. أنا النهاردة لما أجي الاتحاد الأوروبي جاي لي بيقول لي أنت بقيت شريك استراتيجي. طبعا بعض الناس اللي هم يعني حبوا يسفهوا من هذه القيمة، زيارة الاتحاد الأوروبي بخمس وزراء رؤساء حكومات الاتحاد، دول الاتحاد الأوروبي، قال لك لا ده هم جايين يدعموا مصر عشان المهاجرين وعشان كذا. هنفترض ان ده صحيح في جزئية من الزيارة، جزئية من الزيارة. طب ما نسمع حتة، نسمع حتة من حبيبك وحبيبي في المؤتمر اللي جمع ما بين يعني ربع الاتحاد الأوروبي، كان موجود في القاهرة مع رئيس عبد التحسيس. تعال نسمع مع الرئيس عبد التحسيس قال لهم ايه في كلمته. اتفضل. انا عارف ان الكلام ده بيضايق ناس كتير، اللهم اني صايم. فخامة بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، فخامة السيد ألكسندر ديكرور رئيس وزراء مملكة بلجيكا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فخامة السيد نيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص، فخامة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، فخامة السيد كارل نهايمر مستشار النمسا، فخامة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم ضيوفا أعزاء على مصر، حيث تأتي زيارتكم للقاهرة اليوم وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء. لقد مثلت زيارتكم اليوم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث قمت منذ قليل بالتوقيع مع السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الشراكة الاستراتيجية الكاملة. كم دولة عاملة الكلام ده مع الاتحاد الأوروبي؟ عندك مثلا على سبيل المثال في شراكة استراتيجية بين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وشراكة استراتيجية بين الآن مصر والاتحاد الأوروبي، وفي شراكة استراتيجية ما بين مصر وأمريكا، وشراكة استراتيجية ما بين مصر وروسيا، شراكة استراتيجية ما بين مصر والصين والهند. فالأمر يذهب في اتجاهات متعددة. طيب خلينا نقول يعني كان عندي حاجة نحرق دمهم وحط الحتة دي صح؟ حضرتك كان عندي حاجة نحرق دمهم. لا هو حضرتك قبل حرق الدم حضرتك تنتصر لمصر طبعا، هذا الرجل يمثل مصالح مصر. فهو ما هو هو يعني خلينا نذهب الى الازمه ضخمه، الازمه كبيره، الازمه طاحنه، لا احد يزايد على شعب مصر واحتياجاته ولا على الضغوط اللي بتعرض ليها، ولا حتى الرئيس نفسه بينكر هذا، يعني لا ينكر ان الشعب بيتحمل فوق طاقته. ولكن خلينا نكون كمان واقعيين، هذه الدول لا تاتي بهذا الشكل من اجل العبث، بل من أجل مصالح مستقبلية. هم يعلمون تماما أن الاقتصاد الألماني اللي هو قاطرة الاقتصاد الأوروبي والذي كان يمثل أكثر من 70% من الصادرات الأوروبية على سبيل المثال إلى الصين صادرات من ألمانيا، اقتصاد بيتكلم فيه 3.7 من 10 تريليون يورو، يليه الاقتصاد الفرنسي 3.4 من 10 تريليون يورو، وعشرات الألاف من الشركات منتشرة حول العالم.
تليهم طبعا إيطاليا، تليهم بلجيكا، إنجلترا خارج الاتحاد لما أرادت خارج السرب وراحت باتجاه أمريكا. كل هذه الدول لا تأتي منفردة. تنساش أن جزء من دول الاتحاد الأوروبي أيضا لديها مصالح ولديها تخوفات، خاصة الدول على المتوسط زي إيطاليا، زي اليونان، زي قبرص، زي هم بيفهموا تماما، والكلام ده وفرنسا لها الجنوب أيضا على المتوسط بيفهموا تماما أن أي خلل بالأمن القومي المصري وأي فوضى داخل مصر ستنعكس سلبا على الاتحاد الأوروبي، وبيعوا الكلام ده وفاهمينه كويس جدا. فبالتالي هو بيقول لا، أنا عاوز أحقق استقرار، أنا مش عاوز فوضى في المنطقة. لأنه خلينا أقول لحضرتك بوضوح تام، مصر هي جوهرة التاج للشرق الأوسط في هذه المنطقة، وكما قال نابليون بونابرت، من يحكم مصر فإنه يحكم العالم. ده كلام لنابليون بونابرت، يعني أنا مش أنا والكلام ده من جورج دبليو بوش رئيس أمريكا. أما كان بيعمل عملية العسكرية في العراق، كانت بعد العراق إيه؟ مصر. وتسحب الفيديو ده من الانترنت، مش موجود، دورت عليه قلبت الدنيا عليه، اللي هو قال في حرب صليبية وقال فيها بعد العراق مصر. صحيح، قال حرب صليبية، our new world crisis war and we will destroy seven Islamic countries and Egypt will fall in our hands like fresh apple. طبعا انا شاهدت ده بنفسي بالمناسبه، مش لاقيه خالص على النت خالص. هم تم محو، لانه لما يقول حرب صليبيه ولما يقول سبع دول اسلاميه ولما يقول مصر هتسقط زي تفاحه طازجه في ايدينا، فده لا، ده انت ده الكلام ده بيفضح بيفضح الاستراتيجيه. هو طبعا بيفضح الاستراتيجيه. تعلم كمان انه كان رجل مخمور، وحتى باربرا بوش اللي هي الام زوجة جورج بوش الاب قالت ويلا للعالم من ان اغبى ابناء اصبح رئيسا، الام قالت اغبى ابناء بالضبط للولايات المتحده. للاسف وده حركته اللوبيات، واستخدمته استخدام كبير، كارتلات السلاح استخدمته على اعلى مستوى، دفعته للحروب بشكل كبير بدون تخطيط استراتيجي. وخسرت امريكا منذ هذا العهد تريليونات الدولارات. الان امريكا تدفع ثمن مغامراتها العسكريه في العالم على حساب الاقتصاد الامريكي وعلى حساب المواطن الامريكي. الان يتحمل هذا، صحيح، مش بيتحمل الاداره دي فقط، مغامرات هذه الدول. فاذا لما تاتي هذه القوى الى مصر، لما الموقف الامريكي بيتحول بشكل كبير الى تبني موقف الاداره المصريه في التهدئه والسلم في المنطقه، واعتقد ان 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 بلينكن سيزور الشرق الاوسط ويلتقي الرئيس ويلتقي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في الرياض والرئيس السيسي في القاهره، اعتقد انه بيحاول ان يكون لامريكا دور كبير في هذه المنطقه، لانه هناك قيادات وشخصيات ودول صعب كسرها او لا يزرعها بشكل كبير. وانا هعود بالناس الى لما كان المعرض في 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 في, في روسيا، والشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات قال للرئيس بوتين نحن نتعامل معكم، وتم تهديدنا، وكان الميكروفون امامه، قال تم تهديدنا بعدم التعامل معكم او مع الصين، وقال ولكن نحن اتخذنا قرارنا ونحن مستمرون معكم. الكلام كان واضح، فاذا هناك تهديد. وقال له استثمارات في ما هنعمل، قال له هنعملها سوا في مصر، قال له هنعمل معاكم في مصر، قال له هنستثمر في مصر، قال له احنا هنيجي معكم مصر. ده الرئيس بوتين. وبالتالي على الناس ان تتوقع ان لما قلت محاولات تهديد رؤساء الدول وجيوش الدول والشعوب وحصار الدول من بعض القوى التي تدير العالم، لان هذه الدول ترفض، انا اعنيها تماما واعني ما اقول. هناك دول لا تستجيب، تحاول الا تدخل في صدام، تحاول الا تغامر بدولها وشعوبها، ولكن في المقابل تتعرض لضغوط زي ما مصر تحت الحصار من 3.5 سنين، حاولوا يضغطوا على السعوديه، الأمير محمد بن سلمان أيضا ما حدش قدر يلو دراعه، الشيخ محمد بن زايد أبو ظبي، الشيخ الرئيس السيسي ما حدش قدر يلو دراعه. ولكن الأمر كمان أصبح أنه إما أن نكون كتلة واحدة متناغمة، وإما أن يضيع الكل في غمضة عين. فالدول دي لما جت، أوروبا لما جاية بثقلها جاية لأنه جاية تضع موطئ قدم لنقل صناعات ونقل تكنولوجيا وتوطين صناعات واستثمارات. وهذا يجب أن يعيه الجميع أنها ليست محاولة سيطرة على الدولة المصرية، لأن الأفول هو سمة المشهد القادم لنجم أوروبا الغربية. لأنه بعد تصريح لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
لما قال لعشية نجاح بوتين مزيد من الدعم ومليارات لأوكرانيا. وبالتالي حتى شفنا ده في التصريح اللي قلت حضرتك أن بايدن قال لنتنياهو عليك أن توقف أي محاولات لاجتياح رفح، لأن بايدن ما يريد أو الإدارة الأمريكية ومن يديرون من خلف الستار لا يريدون فتح جبهة جديدة بتمويل جديد لإسرائيل تحت الضغط وجبهة أخرى في أوكرانيا. وبالتالي أنت أمام مشهد كارثي في العالم. هذه الدول لما أتت لتجد مكان لتنقل فيه استثماراتها، وبالمناسبة عشان تبقى الناس فاهمة، ربما تجد زي ما حصل في الأربعينات مراكب الهجرة اللي جت من أوروبا إلى اسكندرية وإلى بورسعيد، ربما تجدها مرة أخرى في مشهد قريب جدا. هجرة عشوائية العكسية إلى مصر بالضبط. العكسية لأنه الأمر الكبير، ربما بعض الدول الاسكندنافية اللي الناس ما تعرفوش بيوزعوا عليهم كتيبات طريقة التعامل مع الشعب المصري، انتشرت مدارس التعليم باللهجة المصرية، انتشرت في بالمناسبة في ناس معاها مخططات الهروب اللي هو مواطنين مش عسكريين، عشان الناس ما تفكرش عشان ما يحصل في الأمور يروحوا على مصر. بالمناسبة الفين المخطط للدول الاسكندنافية للهروب على مصر، ويدرسوا هل الشعب ده هيحبنا. طب هل ازاي احنا عندنا 28 مليون اجنبي مقيم في مصر، ده غير 9 مليون لاجئ. ده صحيح. وبالتالي ايه ده؟ وبالتالي ايه العظمة دي؟ ده بالمناسبة هذه هو تكرار لسنن الله في الارض، وتكرار لسنن الله. ما ده هنوصل له في المحور بعد، قاعدين نوصل له مش هنوصل له كده. لا هنوصل حضرتك، ربنا يخليك يا فندم. حضرتك احنا بنوضح للناس امور كتير ربما بتضيع الحقيقه فيها تحت ضغط الناس. الناس مضغوطه، واحنا مع الناس، عشان الناس عارفه. انا كمواطن، وحتى لو عايش برا دكتور معك، حتى عايش برا احنا مع الناس ومع احتياجات الناس ومش ضد احتياجات الناس، ولا ندافع عن احد ولا عن سياسات الحكومة، ولكن نوضح ما يحدث. ما يحدث له نتائج ايجابية ربما متأخرة بعض الشيء، لكنها ليست كارثية على البنية التحتية للدولة المصرية، لان هذه ما يحدث الان هو الذي اتى بهؤلاء الى مصر وليس العكس. وخلينا نبشر الناس ان شاء الله اقترب افتتاح العاصمة، جزء العاصمة الإدارية، اقترب افتتاح الاستاد واحد الاستاد بتاع العاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية اللي هو 94,000 متفرج. الحديث الجديد ده الاستاد رقم 6 على العالم في من حيث السعة والإمكانيات، والمتحف ان شاء الله الجديد بيقترب من الافتتاح، وان شاء الله في تسارع في تشغيل خط المترو الرابع اللي جاي من ميدان الجيزة الى اكتوبر الى 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 ويمر بالمتحف. يعني في امور بشكل كبير جيدة، هو الناس بس مزيدا من الصبر مش كتير ان شاء الله هيكون في مردود جيد، ولا تخشوا من فكرة للاستثمارات. لانه خلينا اقول لكم يا جماعة بوضوح، المؤسسة يدها قوية وثقيلة واقدامها قوية وثقيلة، ولا تخشوا شيئا في وجود مؤسسة شريفة بإذن. أنا بسعد جدا بوجودي معاكم وبنقضي معاكم أحلى أوقاتنا، وبشكر الدكتور محمد الألفي يعني على وقته الثمين، وهو المختص في الاقتصاد السياسي في باريس عاصمة فرنسا، وبناخد من وقته الكثير، من وقته الثمين الكثير. فإن شاء الله بإذن واحد أحد نكمل معاكم حلقتنا ونكمل معاكم محاولاتنا المتواضعة للبحث عن الحقيقة طريق المعرفة. كل سنة وانتم طيبين، تصبح على خير. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية. للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.